لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسابقة معادن العام في دورتها 17، المجموعة الثالثة المتسابقة عائشة أحمد حمود جمعية معادن العلمية، ونهلة علي سعيد مدارس الهدى النموذجية. نبدأ مع الطالبة نهلة. يقول الله عز وجل في السؤال الأول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ قبل طلوع الشمس وقبل
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأدبر وكل ما سألتموه
وبما
مع طالب سوا مع طالب المصحف.
أحسنت وبارك الله فيك. متسابق سواء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحال الوقف لكل الحركة إلا إذا وقف بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. ما هو الناظم في هذا البيت؟ وهذه الوقفة لكل الحركة، أي إذا وقفت على الكلمة فلا تقف بكل الحركة، بل لأن الوقف الغرض منه الاستراحة، وسلب الحركة أغلب في تحصيلها، فيقف بالسكون المحض أو مع الإشماع إلا إذا رمت أو بالروم، والروم هو الإتيان بثلث الحركة، وضعف صوت الروم بسبب قصر زمنها ويسمعها القريب المصغي من البعيد إلا إذا رمت بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. استثنى من الروم الفتح والنصب، لأن الروم لا يكون لا بالفتح ولا بالنصب. ما الفرق بين الفتح والنصب؟ الفتح هو علامة البناء والنصب هو علامة الإعراب. نعم. كلي خمس أبيات. وحذر الوقف لكل الحركة إلا إذا ارتفع بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب واجي إشارة بالضم في رفع الضم، وقد تربى لهم من المقدمة بنيل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يغفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي بإخوانه. أحسنت وبارك الله فيك. عائشة أحمد حمود أحمد جمعية المعادة العلمية 91 و49 جميعا. زينة محمد فرحان دوار أسرة تواصل 90 مؤسسة المسار 90 و66 جميعا. الحان طبعا لا يزال عرفات محمد المحيا جمعية معاد 96 و24 جميعا. سلوى هلال سعد قاسم جمعية معاد 90 و65 جميعا. عائشة أحمد حمود أحمد جمعية معاد 91 و49 جميعا. أحمد علي أحمد علي الحدى مدارس الهدى 94 و81 جميعا. نهل علي سعيد فؤاد الشريف مدارس الهدى النموذجية 91 و41 جميعا. بمعنى أن الأول عرفات محمد المحيا جمعية معاد العلمية 96 و24 جميعا. الثاني أحمد علي الحدى مدارس الهدى النموذجية 94 و80 جميعا. الثالث عائشة أحمد حمود أحمد جمعية معاد العلمية 91 و49 جميعا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من